كانت فترة اعتقاله الثاني والممتدة لنحو 7 سنوات ملهمة للفسيل الذي قام خلالها بتأليف كتابين في سجون الإمام أحمد. فاستغلوا الجو رغم السجن ورغم كل ما يعنيه سجن نافع، استغلوا الجو الفكري والجدالي والمناقشات التي دارت بينهم في أنهم يألفوا كتاب. فاشترك أبي مع أعتقد زميله أحمد الشامي في تأليف كتاب كيف نفهم القضية اليمنية، وبعض المقتطفات من كتاب نحو النور أعتقد دمجهم والدي فيما بعد عندما أصدر الكتابين في الثمانينات، دمجهم مع بعض. وكذلك كتب مع الأستاذ المعلمي كتاب اليمن داءها ودواؤها، وكتابين مهمين يؤرخان لفترة هامة في تاريخ اليمن كتبوا وهم في السجن. لا أقلام في البداية، ما كانت لديهم لا أقلام لا أوراق لا شيء، ولكن عن طريق أدوات بسيطة حكى لي والدي أنه مثلا عود من الخشب وقليل من بقايا الفحم لديهم يغمسوه ويكتبوا في أوراق، بعض الأحيان بقايا السجائر للسجانين عندما يرموها، بقايا الأوراق حق السجائر يكتبوا فيها. السجون هي تفجر القدرات للأبطال وللعظماء، لأنهم يجدون فيها ما يستطيعون أن يقاومون به أشد أنواع الظلم والاستبداد، فتشكل القهر يشكل حافز للإبداع.